بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم في نقطة مهمة جدا، في ألا هي الواي فاي. الواي فاي ممكن تبقى أنت عندك التوصيلات كلها سليمة بس مش لايت إنترنت. طبعا في الحالة ديت في 3 طرق إنك تقدر تظبط بيها الواي فاي. ممكن الواي فاي دي تعكن مزاجك وتحس إن التوصيلات كلها سليمة، ويبقى المشكلة بسيطة جدا جدا جدا، ولكن هي عايزة حبة تركيز، حاجة بسيطة. ندخل كده نشوف العلامة بتاعت الواي فاي بتاعتنا. ممكن تكون معمولة علامة استفهام، وانت زي ما قلنا كل حاجة مظبوطة في التوصيلات الخارجية. هنيجي هنا ندخل على الواي فاي اللي هي العلامة بتاعتها، سواء كانت شباك زي ده كده، تبقى شباك في جميع الشبكات اللي موجودة، ولكن انت ممكن تدخل هنا وتقوم عامل اوبن. وبعد ما تعمل اوبن نتورك، تقوم انت ضغط على نتورك ريسيت. مجرد ما تضغط على نتورك ريسيت هيقول لك ستارت ناو. لو انت عايز تعمل ستارت ناو، وهتشوف كده الدنيا ظبطت معاك ولا. طيب، عشان لو الدنيا ظبطت معاك، الموضوع ده مش عاوزينه يتكرر مرة تانية، هندخل على الماي بي سي، وهنضغط كليك يمين، وهنضغط مانج مانج. طبعا الكلام ده ممكن يكون في الكروت اللي هي الشبكة، في سواء اللاب او في الكمبيوترات، تبقى كروت قديمة ومحتاجة تحديث، بالذات لما تكون منزل ويندوز 10، لان ويندوز 10 طبعا بيجيب محتاج كمبيوتر مواصفات حديثه شويه، ولو انت نزلته على مواصفات قديمه بيحتاج انك تحدث كارت الشبكه. طبعا احنا بعد ما دخلنا المانج، هنضغط هنا ديفايس مانجر، وهندخل على النيتورك ادابتور. ماشي، النيتورك ادابتور هنشوف كارت الشاشه بتاعك فين، اللي هو كارت الشاشه الخاص بالكمبيوتر بتاعك. هو وليكن عندي اللي هو ريالتك، ممكن تلاقيه مش الاختيار الثالث، ممكن تلاقيه الاختيار الاول او الثاني. مجرد ما تدخل عليه دبل كليك يمين او دبل كليك، هيظهر عندك ابديت درايف. هتضغط على حاجه اسمها ابديت درايف، يا اما ممكن تنزل التحديث بتاع كارت الشبكه عندك من وتنزله على الكمبيوتر، يا اما تعمل سيرش اوتوماتيكلي اوتوماتيك، هو هيدور عليه اوتوماتيك لوحده وهيبدا يعمل له ابديت. دي طريقه من ضمن طرق هيعمل له اونلاين، بس لازم الاونلاين بتاعتك لازم تكون مشتركه فين انت اونلاين. لازم تكون لما تعمل ابديت لازم تكون فعلا متصل بالانترنت. طيب هنلغي الطريقه الثالثه بقى. في برنامج اسمه سنيل درايف. سنيل درايف البرنامج اهو يا جماعه، اسمه سنيل درايف. مجرد ما هتنزل البرنامج ده، ممكن تكتبه هنا في البرنامج السيرش. مجرد ما تكتبه، هو الويندوز ذات نفسه هيبحث عنه. شوف بقى الاصدار اللي انت عايز تنزله ايه من دولت. هتنزله مثلا run as administrator، وهتضغط. السنيل درايف ده زي ما انتم شايفين كده، في منه اصدارات حسب ما الاصدار اللي عندك يكون موجود. هتطلع كده فوق، هيقول لي الاي ام دي عندك هنا، الجزئيه دي عايزه تعمل لها ابديت، وفي هنا برضو 3 اجزاء محتاج لهم ايه ابديت. مجرد ما تعمل ابديت هنا، هيبدا يحدث كل حاجه موجوده الويندوز محتاج يتعمل لها ابديت في بالناس، بالذات القطع اللي هي الشيبسيت او الحاجات الخاصه مثلا بكارت الشاشه، بكارت الشبكه، هيبدا هو ايه يعمل لها تحديث على الاصدار الجديد. وده كان حل مشكلة عدم ظهور شبكات الواي فاي في اغلب شبكات الكمبيوتر. تمنيت لكم بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.